انت لازم فعلا تمشوا من هنا يا ادهم، لازم تروحوا مكان تاني تتجوزوا فيه، تبعدوا بقى عن هنا، مكان تكونوا فيه لوحدكم مع بعض. لو فضلتوا هنا اكتر من كده حبكم ده هيضيع على فكره. ستي انا معاكي في كل اللي انت بتقوليه ده على فكره، بس الموضوع مش سهل كده. انا لو مشيت كده ابوك يموت فيها، وانا لو فضلت قاعده في البيت ده هموت فيها. انت كويسه؟ انا كويسه. اه حضرتك اللي كويس. كويسة؟ عملوا فيك حاجة؟ حضرتك انا كويسة، انت اللي كويس. حياة ربنا وافق، انا مش قادرة اصدق. والله العظيم احلف لك بايه؟ يا ادهم اخيرا بابا هيطلع وهنتجوز والدنيا هتضحك لنا. اه بس بابا عايزنا نتجوز على طول وانت تيجي تقعدي معانا في البيت. يعني ايه؟ وبابا؟ دي قصة ودي قصة يا دليلة. لا يا ادهم الاتنين نفس القصة. انت عايزني اتجوز ابن الراجل اللي حبس ابويا وهو محبوس؟ انت عايزني اعمل كده ازاي؟ هو ياما عمل فيكي برضه. معلش هو يعمل، لكن انا ما اعملش. انا امي ما ربتنيش على كده. طب والحل ايه؟ يخرج الاول. ابويا مش هيرضى. اه يعني انت ابوك نيته وحشه ووافق بس عشان يصغر ابويا ويخلي الخان كله يتكلم عليه عشان يقولوا حبسه وخد بنته مني، صح؟ يعني انت مش موافقة؟ صعبة وافق قوي بالطريقة دي يا أدهم، انت بتحطني في اختيار صعب جدا. ابوكي ما يستاهلش منك الجدعانة دي يا دليلة. تعرفها منين؟ ما هي دي البنت اللي قلت حضرتك عليها أمي، اللي اتعورت عشانها. انت اتعورت وبهدلت نفسك عشان واحده كناسه؟ ايه يا امي الكلام ده؟ يعني ايه اتعورت عشان واحده كناسه؟ اه اتعورت عشانها، ولو اتكرر الموضوع مليون مره هعمل نفس الحاجه برضه. وبعدين دي واحده بتشتغل بما يرضي الله، والشغل لا هو عيب ولا حرام. انا مش شايفه حاجه دلوقتي. هتشوف، ما تنزليش البتاع. دي كبيرة جدا، انت سميتها دليلة؟ ما لقيتش اسم احلى من اسمك اسميها بيه. بحب. وانا كمان قوي. انا عايز اكمل عمري معاكي، وانا مش عايزه حد من الدنيا غيرك. وانت بتعمل ايه يا ادهم؟ غصب عني. وانت عايز تقتلني؟ مش انا اللي عايز. حكم الاول. دليلة يا علي مش هينفع تتجوزها. جدها قتل ابوك يا علي، جدها اللي قتل ابوك.